في السياق نفسه الذي مر علينا في الحلقه الماضيه ما بين ايات القران واحاديثهم التفسيريه وبين كلماتهم الواضحه والتي يتعاضد مضمونها مع مضمون الروايه التي تتحدث عن أن قتلة الحسين في آخر الزمان هم زواره النسبة الأكبر من زواره إنهم مقلدو مراجع النجف وكربلاء في السياق نفسه أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة الرابعة وثلاثين عن الأصبغ ابن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين على منبر الكوفة هذه خطبة من خطب الأمير ايها الناس اتمنى عليكم ان تلتفتوا الى عبائرها ايها الناس انا انف الايمان فان لم تكن انت فمن هو يا امير المؤمنين فانت انف الايمان وانت الايمان كله يا سيد الاوصياء كلمه رسول الله في يوم الخندق برز الايمان كله الى الشرك كله اعود الى خطبه الامير انا انف الايمان ولا انت كذلك انا انف الهدى وعيناه ولأنت أنت يا أمير الأمراء أيها الناس أنا أنف الإيمان أنا أنف الهدى وعيناه أيها الناس أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة من يسلكه ان الناس اجتمعوا على مائده قليل شبعها كثير جوعها انها الدنيا الدنيا ان الناس اجتمعوا على مائده قليل شبعها كثير جوعها والله المستعان وانما يجمع الناس الرضا والغضب فاذا احبوا جهه ناصروها على حق على باطل ليس مهما واذا غضبوا من جهه حاربوها على حق على باطل ليس مهما انها حماقه الناس وقله العقل إنها السفاهة بعينها، وهذا هو واقع مراجع النجف، مراجع النجف حينما يتعصبون على أحد بحسب الإمام الصادق يهلكونه، يهلكونه، وإن كان للإعزاز وللنصرة مستحقة وحينما يتعصبون لشخص من أتباعهم يترفقون به ويغدقون عليه وإن كان للإذلال والمنع مستحقا هذا هو واقع مراجع النجف ليس اليوم منذ أن تأسست هذه الحوزة القذرة سنة 448 للهجرة على يد ذلك المشؤوم الذي يقال له شيخ الطائفة الطوسي. ذلك الناصبي البتري المرجئي المقصر الشافعي الأشعري المعتزلي الذي دمر ديننا ولا زلنا نعاني من اثار تدميره لديننا بسبب المراجع الذين ساروا على منهجه الى يومنا هذا الا لعنه على منهجه ومنهجهم الا لعنه على دينه ودينهم الا لعنه على عقائده وعقائدهم ايها الناس ايها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقله من يسلكه ان الناس اجتمعوا على مائده قليل شبعها كثير جوعها والله المستعان وانما يجمع الناس الرضا والغضب ايها الناس ايها الناس انما عقر ناقه صالح واحد واحد هو الذي عقر الناقه ايها الناس واحد هو الذي اضلنا اطوسي فاصبحنا على مذهبه على مذهب ضلاله واحد هو ايها الناس ايها الناس انما عقر ناقه صالح واحد فاصابهم الله بعذابه لماذا بالرضا لفعله فحينما جاء طوسي وعقر دين محمد وآل محمد بمذهبه القذر النجس الذي جاءنا به خصوصا حينما أسس حوزة ضلاله وحوزة شؤمه في النجف سنة 448 ورضينا بفعاله ولازلنا زلنا نصفق لذلك الضال المشؤوم فصار واقعنا الى ما صار اليه وعاد زوار الحسين قتله للحسين على منهج منافر للحسين يصلون صلاه ناصبيه شافعيه وهكذا يعتقدون من انهم لو ذكروا امير المؤمنين في صلاتهم فان صلاتهم ستصبح باطله الا لعنه على صلاتكم الا لعنه على دينكم الا لعنه على فتاوى مراجعكم ذكر امير المؤمنين يبطل الصلاه الا لعنه على عقائدكم ايها الناس ايها الناس انما عقر ناقه صالح واحد فاصابهم الله بعذابه بالرضا لفعله وايه ذلك قوله عز وجل فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر هو شخص واحد فتعاطى فشرب الخمر وبعد ذلك عقر الناقه هو واحد انه اشقى ثمود الذي ذكرته الروايات والاحاديث وآية ذلك قوله عز وجل هذا جاء في سورة القمر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر صاحبهم شخص واحد شرب الخمر وبعد ذلك عقر الناقة فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر وقال في سوره الشمس فعقروها والعاقر واحد فعقروها مثلما مرت علينا الايات في قتل الانبياء وكيف ان القران يخاطب يهود المدينه زمان رسول الله من انهم قتلوا الانبياء قتلوا المرسلين وهم ما باشروا القتل بايديهم وانما هم احفاد الذين قتلوا في القرون المتقدمه والاجيال الماضيه فعقروها هذا هو منطق القران وهو منطق الروايه التي نحن بصددها من ان قتله الحسين في اخر الزمان هم زوار الحسين الذين هم على منهج مناقض لمنهج الحسين لان الحسين اراد ان يسير بسيره جده وابيه علي بن ابي طالب وسيره علي بن ابي طالب رافضه لسيره ابي بكر وعمر في الشورى العمرية لما عرضوا الخلافة على أمير المؤمنين واشترطوا عليه أن يسير بسيرة أبي بكر وعمر رفض الخلافة بقضها وقضيضها فسيرة علي سيرة مناقضة لسيرة أبي بكر وعمر والحسين يريد أن يسير بسيرة أبي هذه سيرة برنامج عاشوراء، سيرة علي مراجع النجف وكربلاء يستنبطون الاحكام بحسب منهج الشافعي ويعلمونكم صلاة شافعية ناصبية ويقولون لكم من أن ذكر علي يبطل الصلاة، ذكر علي يبطل الصلاة، ألا لعنة على حوزتهم ألا لعنة على فتاواهم ألا لعنة على دينهم القذر أي دين هذا أي عقيدة هذه أي صلاة هذه التي يبطلها ذكر علي ما لكم كيف تحكمون أي ضلال هذا أنتم هؤلاء قتلة علي أنتم هؤلاء قتلة الحسين تحبون عليا تحبون الحسين ولكنكم تسيرون وفقا لسيره مراجعكم الكذابين الضالين الذين يخفون حقيقه منهجهم ويخرجون لكم ما ياتي موافقا للذي تحبون لكنهم في قضيه ذكر علي ما استطاعوا ان يخفوا هذا لانهم حينئذ سيخالفون الشافعيه جمله وتفصيلا وهذا ما لا يريدون ان يفعلوه ولذلك جاءوكم بالاساليب الشيطانيه من ان ذكر علي في الاذان والاقامه مستحب لا بعنوان الجزئيه من هذه الاساليب الوسخه لكن حينما وصل الكلام الى ذكره في الصلاه فقد اصدروا فتاواهم الشافعيه القذره من ان ذكر علي يبطل الصلاه هذا هو دينكم وهؤلاء هم مراجعكم الاوباش الذين دمروا دين اجدادنا وابائنا سابقا ويدمرون ديننا الان فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر هو رجل واحد وبعد ذلك تقول الايات في سوره الشمس فعقروها اصبحوا عاقرين للناقه جميعا مع ان الذي عقرها واحد الطوسي هو شافعي ولكننا حين صفقنا له أصبحنا جميعا شوافع الطوسي هو معتزليون حينما صفقنا له أصبحنا جميعا من المعتزلة الطوسي هو ضال بتري مرجعي حينما صفقنا له أصبحنا قتلة للحسين لأننا اتبعنا منهج مرجعية هي اضر على الشيعه كما يقول الصادق صلوات الله عليه من جيش يزيد على الحسين بن علي واصحابه فاصبحنا شيعه لهؤلاء السفله لهؤلاء الانذال فانطبق علينا هذا العنوان من اننا قتله الحسين في اخر الزمان نزور قبره، نتبرك بذكره، نتشافى بتربته ولكننا على منهج مناقض لسيرته لسيره الحسين التي هي سيره علي صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين في سوره القمر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر وفي سوره الشمس فعقروها بأجمعهم فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ألا ألا ومن سئل عن قاتلي فزعم أنه مؤمن فقد قتلني هذا الكلام لا يخص علي هذا الكلام يخص جميع محمد وآل محمد قتلة فاطمة حينما نبرئهم حينما تبرئهم حوزة النجف ألا تهف على حوزة النجف وعلى ضلالها. حينما تبرئ حوزة النجف مراجع حوزة النجف قتلة فاطمة من جريمة قتلها وحينما يتحدثون عن أنهم بيضوا وجه التاريخ مثلما يتحدث الخوئي المرجع الخوئي في تفسيره البيان عن الصحابة وعن الخلفاء الراشدين من أنهم بيضوا وجه التاريخ لا أريد أن أفتح هذا الموضوع هذا موضوع فيه الكثير من التفاصيل وقد تحدثت عنها تحدثت عنها في برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية ألا ومن سئل عن قاتلي فزعم أنه مؤمن فقد قتلني أيها الناس أيها الناس من سلك الطريق ورد الماء من سلك الطريق الصحيح ورد الماء من سلك الطريق باتجاه العيون الصافية ورد الماء ومن حاد عنه ومن حاد عنه وقع في التيه تيه الشيعة في زمان الغيبة أمير المؤمنين أخبرنا عن من أن تيهنا سيكون أضعاف بني اسرائيل. ايها الناس ايها الناس من سلك الطريق ورد الماء ماذا قال لنا امام زماننا؟ طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت، امير المؤمنين يتحدث عن نفس الطريق. طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا. هذا هو الذي وجهه الينا امام زماننا ايها الناس المنبع واحد المنطق واحد انه كلام الذهب انه ذهب الكلام ايها الناس من سلك الطريق ورد الماء ومن حاد عنه وقع في التيه الاصبغ ابن نباته يقول لما وصل الامير الى هنا نزل ثم نزل ثم نزل عن المنبر. الامام اراد ان يبلغنا هذه الحقيقه. وصلت الحقيقه يا امير المؤمنين وها هي قناه القمر تعلنها وبشكل صريح هذه حقائق منطقك يا سيد الاوصياء اضعها بين ايدي الذين يقولون نحن شيعتك وما هم بشيعه لك انهم شيعه اولئك الاوباشي في حوزه النجف وكربلاء ممن ساروا في مسار مضاد لبيعه غديرك لقد نقضوا بيعه الغدير مثلما وصفهم صاحب الامر في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشرة للهجرة وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك فماذا سيقول للذين يعيشون في هذا الزمان وقد غطسوا وغطسوا مليون مرة في قذارات النواصب ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نذهب إلى فاصل